المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية قال إن صندوق أنفق من 2008 ل 2014 مبلغ 652 مليون جنيه على مشروعات تطوير العشوائيات، ومن 2014 ل 2020 صرف الصندوق 38 مليار جنيه، وده بيوازي 30 ضعف اللي تم إنفاقه في 6 سنين بمراعاة فرق سعر العملة، و 650 مليون جنيه اللي اتصرفوا قبل 2014 أقل من قيمة مشروع واحد من المشروعات اللي تم تنفيذها بعد 2014، ده طبعا نتيجة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف. كمان أكد خالد صديق أن البنك الدولي بقى بيشترط على أي دولة بتطلب قرض أنها تطلع على تجربة مصر في تطوير العشوائيات، وده إن دل فهو يدل أن مصر بقت ملهمة للعالم في تجربة تطوير العشوائيات.